يقول السائل عن اختلاف المذاهب الأربعة في بعض الأمور الفقهية والاجتهادية، كيف يتعامل معها؟ الحمد لله. المذاهب الفقهية المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من أقوال العلماء، متى اختلف العلماء في أي مسألة من المسائل فإن الواجب لمن استطاع أن يدرك الدليل هو أن ينظر في الدليل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع وجود الأربعة الفضلاء الخلفاء الذين هم خيرة هذه الأمة، لا خلاف بين العلماء بأن هؤلاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم خير هذه الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة يستفيدون منهم ومن غيرهم، ولا يقفون في مسائل العلم على أن ينظروا ماذا يقول أبو بكر أو ماذا يقول عمر أو ماذا يستنبط فلان أو فلان. بل الحديث في البخاري لما أمر أبو بكر وعمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتعصب الإنسان لمذهب أو عالم، كائنا من كان، فاضلا كان أو مفضولا. إنما إذا اختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، واستطاع المكلف أن يبحث عن الدليل وأن يتبع الدليل، فهذا هو الواجب عليه، كما قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فبين الله جل وعلا أنه لم يوجب على عباده إلا أن يجيبوا المرسلين. ومن هنا قال الإمام مالك وغيره: كل يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يتدبر أنه قبل أن يوجد الأئمة الأربعة وقبل أن توجد مذاهبهم في الدنيا، ماذا كان يتمذهب الناس؟ كان الرجل يأتي فيسأل فيفتى بالدليل، وإذا كان غير متأهل لأن يدرك الدليل يفتى بحسب ما تقتضي الحاجة. ولم يكن ثمة مذاهب قبل وجودها، وإنما يرجع الناس إلى الأدلة وأن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا بالأدلة. وكذلك قال علماء المذاهب كما قال مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. كذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأما إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يدرك الدليل ولا أن يفهمه ككثير من عامة المسلمين الذين قد يعسر عليهم إدراك الدليل، حينئذ يستفتي من هو معلوم بالعلم ممن هو موضع ثقة بحسب الإمكان. وقد أخرج ابن ماجه وغيره وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي فتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه.